وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بطائرتين من دون طيار على أهداف في داخل الأراضي الروسية، وأكدت موسكو تدمير المسيرتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعتي كالوغا ودفير. كما أعلن الجيش الروسي تدمير 9 مركبات عسكرية أوكرانية في دونيتسك خلال الساعات 24 الماضية. في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني صد هجمات للقوات الروسية في دونيتسك شرق البلاد، وأكد الجيش تحقيقه تقدما جزئيا في منطقة بخمود بدونيتسك وكذلك في زاباروجيا. كما أشار الجيش الأوكراني إلى تعرض أكثر من 100 بلدة في مناطق خاركيف ولوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخرسون لقصف مدفعي خلال 24 ساعة. معنا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، مرحبا بك معنا. كيف ترصد لنا هذه الهجمات الروسية؟ نعم سامي، فعليا الخارطة العسكرية لم تتغير كثيرا بعدما استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على بلدة أندريفكا شرقي البلاد. كل بيانات الجيش الأوكراني الآن تتحدث عن بعض النجاحات الجزئية التي تحققها القوات الأوكرانية سواء في جنوب أو شرقي البلاد. الجانب الأوكراني قال أنه أحرز تقدما إضافيا في بلدة كليشيفكا، وهي بلدة متاخمة لبلدة أندريفكا التي سيطر عليها قبل يومين، وكلاهما يقع في جنوب مدينة باخمود. خلال 24 ساعة الماضية قال الجيش الأوكراني بأنه تصدى لقرابة 24 هجوما شنه الجيش الروسي على طول خط الجبهة. وفقا لبيانات وزارة الدفاع الأوكرانية فإن الجيش الروسي نفذ قرابة 56 غارة جوية على نقاط للقوات الأوكرانية، وأيضا على نقاط مأهولة بالسكان على حد وصف البيان. كذلك أيضا تعرضت قرابة 100 بلدة على طول خط الجبهة للقصف المدفعي الكثيف. زيادة القصف المدفعي يقول الجانب الأوكراني بأن الجيش الروسي يحاول في هذه الأثناء تكثيف هجماته الصاروخية والمدفعية من أجل استعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، لكن الجيش الأوكراني يؤكد تمسكه وتموضعه في هذه المناطق. أيضا صباح هذا اليوم سجلت الإدارة المحلية والعسكرية في مدينة خاركيف عن هجمات صاروخية جديدة، وكان الحديث يدور عن إطلاق الجانب الروسي عددا من الصواريخ البالستية استهدفت ضواحي هذه المقاطعة، مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا. سامي، شكرا لك مراسلنا عامر العروقي، كنت معنا من كييف.